معنا مباشرة المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور سيف البدر. مساء الخير، كيف هو الموقف الصحي في البلاد خصوصا بعد انتشار الفيروس، وما هي الخطط التي وضعتها وزارة الصحة لمواجهة هذه الجائحة خصوصا بعد عدم جدوى الحظر الكلي؟ السلام عليكم ورحمة الله، شكرا جزيلا للاستضافة الكريمة، تحية لك ولملاكات وكوادر فضائية الرشيد المتعاونة والمتواصلة معنا على مدار الشهور الماضية، شكرا جزيلا لكم. وزارة الصحة كانت ولا تزال مستعدة للتعامل مع هذه الإصابات خصوصا بعد الزيادة الملحوظة في الفترة الأخيرة، خلال الأيام الأخيرة صار زيادة في أعداد الحالات المكتشفة، وهذا سببه يرجع إلى زيادة القدرة التشخيصية لمؤسسات وزارة الصحة، اللي هي زيادة أعداد المختبرات وأعداد الفحوص المجرات في كل يوم وتطوير الأجهزة وتحديثها، وأيضا يرجع إلى المسوحات الميدانية لاكتشاف الحالات الصامتة إذا صح التعبير، وهي الأشخاص المصابين لكن ما ظهر عليهم أعراض واضحة. وأيضا بكل صراحة ونحن في بث مباشر، يرجع الزيادة ترجع إلى حد كبير بسبب عدم الالتزام الواضح في بغداد والمحافظات. لازلنا نلاحظ ونسجل ونوثق عدم التزام فئات غير قليلة في بغداد والمحافظات، وبالذات في المناطق الشعبية المكتظة والمزدحمة، اللي هي أصلا تعتبر بيئة مثالية لانتقال الأمراض المعدية بشكل عام. لكن وزارة الصحة كانت متوقعة لهذه الزيادة ومستعدة لها. نحن حتى عندما كنا نسجل 10 و15 حالة باليوم أيضا حذرنا مرارا وتكرارا من خلال كل المسؤولين المعنيين في وزارة الصحة وأيضا دائرة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية، حذرنا من أننا لم نتعدى مرحلة الخطر، وأكدنا على ضرورة الالتزام واتباع توجيهات وزارة الصحة، وإلا فإن الأمور لا سمح الله ستتجه نحو التفشي الوبائي، ولا يزال هذا التحذير قائما. البعض يعني من خلال يومين الأخيرات صار انخفاض نسبي في أعداد الإصابات، استنتج أننا تعدينا أو ربما زال خطر، هذا غير صحيح وغير دقيق. اللي لاحظ الموقف الوبائي في العالم والمنطقة وبيانات منظمة الصحة العالمية وحتى الدول القريبة من العراق، لا يزال دائرة الخطر موجودة. وأيضا إذا قارنا موقف العراق نسبيا بعدد من دول العالم، اللي بعضها دول متقدمة ودول غنية ونظمها الصحية ما تعاني من المشاكل اللي موجودة في العراق، لكن وضعنا جيد نسبيا لحد هذه اللحظة. وهناك مؤشر مهم جدا قل ما يلتفت له من قبل وسائل الإعلام، وهو عدد الراقدين في ردهات العناية التنفسية أو العناية المركزة RCU، اللي هم عددهم 70 فقط من أصل 8045 مريض راقد في الوقت الحالي لحد إحصائية يوم أمس، فسبعين من أصل 1000 سرير على الأقل مهيئة للعناية المركزة والعناية التنفسية في بغداد والمحافظات. أنا لا أقلل من خطورة كورونا، وبنفس الوقت ما أريد أكون متفائلا دون الاستناد على أساس علمي، ولا أريد نكون متشائمين، أريد نلتزم بالعلمية والموضوعية، وهذا ميدان لكل وسائل الإعلام أنه تلتزم بهذا المنهج. طيب دكتور، أنت ذكرت أنه مع وجود الحظر الكلي لكن هناك عدم التزام، هناك بعض الدول الكبرى بدأت بالانفتاح وسط إجراءات وقائية، واليوم هناك حديث أنه سوف يتم يعني فتح الحظر لكن يكون هناك حظر مناطقي. يعني كل دولة لها ظروفها، احنا البعض انتقدنا من كنا في مرحلة ما طبقنا الحظر او اجراءات مشددة، ودول ما كانت يعني نفس الاجراءات القاسية التي وصفت في ذلك الوقت، والنتيجة انه صار تفشي في هذه الدول. كل منطقة لها خصوصيتها، كل دولة لها خصوصيتها. داخل الدولة الوحدة اكو فرق، داخل العراق اكو فرق بين محافظة واخرى، داخل نفس المحافظة بين منطقة واخرى احنا نشوف اكو فرق. مثلا في جانب الرصافة جانب الكرخ، احنا اكثر شيء المشاكل تتركز في يعني عدم الالتزام مع شديد الاسف، والاصابات متركزه في مدينه الصدر ومحيطها بالنسبه للرصافه، وفي الحريه ومحيطها بالنسبه للكرخ. طبعا بشكل عام عندنا بؤر وبائيه في كل منطقه لكن متركزه في هذه المناطق، ومع شديد الاسف اكرر لحد الان لم نرى الالتزام المطلوب، سواء كان الحظر شاملا ام جزئيا ام مناطقيا. يعني احنا اذا نرجع الى قرار الحظر الجزئي شروطه ما نفذت،
فشنو الفائدة من قرار إذا لم يطبق بشكل حرفي وبشكل صارم؟ وأكرر أن موضوع قرارات الحظر بكل أشكالها هي راجعة للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية التي يرأسها دولة رئيس مجلس الوزراء. وزارة الصحة جزء من هذا القرار. إحنا قدر تعلق الأمر بنا، هناك لجنة للخبراء والمستشارين تجتمع بشكل يومي برئاسة وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن التميمي. هذه اللجنة تكون رؤية عن الواقع الوبائي وتطورات الحالات المكتشفة، وترفع رأيها قدر تعلق الأمر بوزارة الصحة من وجهة نظر طبية صحية، يرفع إلى اللجنة العليا اللي هي حوالي 36 أو 37 عضو، يمثل وزارتنا وزارة الصحة يمثلها وزير الصحة، ويكون اتخاذ القرار من قبل اللجنة العليا ويعلن من قبل المكتب الإعلامي. طيب، لرئاسة الوزارة. طيب دكتور، بالنسبة لأجهزة الفحص هناك لغط حولها، يعني هل فعلا وجود مختبرات أهلية لفحص كورونا؟ لأن الكثير من المواطنين قاموا بالفحص بمختبر أهلي وأيضا بمبالغ كبيرة. أمس كان بيان واضح لوزارة الصحة وعمم على وسائل الإعلام منها فضائية الرشيد الكريمة، لا يوجد أي تخويل أو أي موافقة لأي مختبر أهلي أو مستشفى أهلي، يعني غير المنافذ المعروفة والمعتمدة من قبل وزارة الصحة ودوائر الصحة في بغداد والمحافظات. وأنا من خلالكم أدعو أي مواطن، أي وسيلة إعلام عندها توثيق على أي جهة تستغل المواطن، مع شديد الأسف في كل أزمة نلقى ناس تجار أزمات يحاولون يستفادون بطريقة غير أخلاقية وغير شرعية، هؤلاء يحاسبون ويعاقبون ووفق القانون. طيب الجهات دكتور، الوحيدة القادرة على تشخيص كورونا هو مختبر الصحة العامة المركزي والمختبرات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية المعروفة في بغداد والمحافظات. طيب دكتور، هل لديكم علم بهذه الأجهزة وأيضا ما مدى دقتها؟ وأود أن أسألك أنه لماذا لا يوجد ترخيص للمختبرات الأهلية لإجراء الفحص للمساهمة بشكل أكبر للكشف عن أكبر عدد ممكن من الإصابات؟ وأيضا أنقل لحضرتك أنه تخوف المواطنين وأنا منهم من الذهاب للمستشفيات خوفا من الإصابة بالمرض. لا، هذا يعني كلام يفتقر إلى المنطقية. إحنا موضوع ترخيص المختبرات الأهلية هو سيحدث حتما في وقت لاحق، ربما طبعا يبقى قرار اللجان الفنية المختصة في إدارة الأمور الفنية وقسم المختبرات، يعني بعض التعقيدات، لأن هذا الفيروس مستجد. هو أصلا يعني هذا الفحص مالته ما توفر في بداية اكتشافه في كل العالم وليس فقط في العراق، لأنه فيروس مستجد، تسلسل جيني جديد يحتاج إلى فترة بين ما صارت يعني الأجهزة صنعت ومن مناشئ عالمية والمواد المختبرية أيضا صنعت ووزعت. لحد الآن إحنا مؤسساتنا الأهلية ما عندها القدرة على، طبعا هي مو بس الجهاز، هو الشخص اللي يشغله والخبرة، وأيضا الأهم هو طريقة التعامل الوبائي مع الملامسين والمشتبه بإصابتهم والمشخصين. هذا كله يحتاج إلى سيستم، هو مو بس قضية أنه شخص تأخذ منه عينة وتفحصه وبعدين الطريقة اللي تستقبل بها المريض وغيرها. بالنسبة لاحتمالية الإصابة في المؤسسات الصحية هذا غير دقيق، إذا شخص ملتزم أصلا بقواعد الحماية الشخصية اللي أكدتها وزارة الصحة اللي هي لبس الكفوف والكمامات والتعقيم والتنظيف وغيره، هذا راح يكون غير معرض للإصابة حتى لو توجه إلى مؤسسة قد يكون فيها شخص مصاب أو مشتبه بإصابته. لكن إذا هو ما ملتزم حتى إذا ما كان المستشفى راح تنتقل العدوى. يعني الموضوع هو عبارة عن مفهوم عام وثقافة عامة عن هذا الموضوع وليس خاصة في مكان وزمان معين. يعني أفهم من كلامك أنه هذه الأجهزة هي غير دقيقة. تفضلي. غير دقيقة وغير مرخصة للعمل أصلا، حتى لو قال أنه هذا جهاز حديث أو كذا، ما هو يبقى الشخص اللي شغله هل هو مؤهل؟ هل ماخذ اعتمادية من وزارة الصحة ومن منظمة الصحة العالمية؟ هل نتيجة الفحص ماخذ المعيارية المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية؟ هاي كلها أسئلة تحتاج إلى إجابات، وتبقى الجهة المعنية الوحيدة بإصدار هكذا أمور هي وزارة الصحة نفسها. إحنا اللي نرجو من الجميع يعني قضية الربح المادي خلينا نخليها على صفحة. نحن الآن أزمة وطنية، أزمة عالمية حقيقة، جائحة تهدد حياتنا كلنا، لابد أن نكون متعاونين ومتكاتفين لتجاوزها وأن نبتعد عن موضوع التفكير المادي لغرض التربح.
طيب طيب دكتور، بعض مواقع التواصل الاجتماعي تواردت معلومات انه نهاية شهر السادس هو نهاية لهذا المرض ونحن الان بالذروة، هل لديك معلومات او ما مدى دقة ما تناقلته وسائل او مواقع التواصل الاجتماعي؟ غير دقيق ابدا. اي شخص يقحم نفسه في استنتاجات وبائيه، مع كل احترامي خلي العلم لاهله، هنا في هذا المكان اساتذتنا في علم الوبائيات وعلم الامراض الانتقاليه وعلم الفيروسات والفحوصات المختبريه يجتمعون كل يوم ويتداولون، طبعا مو بس بالعراق، كل العالم. اي شخص يطلع بلسان قاطع ويتكلم ويقول ها شهر الجاي، لا بالصيف، لا بشهر كذا، بعد سنه، بعد ست شهور، تنتهي جاي، هذا مع كل احترامي إليه كشخص لكنه مع الأسف يعني كلامه غير دقيق ويضلل الرأي العام. لحد الآن هذه الجائحة لا يوجد لها علاج أو لقاح فعال، أفضل وسيلة لمواجهتها هو من خلال الالتزام بالنظافة الشخصية، غسل اليدين جيدا بالماء والصابون بشكل متكرر، وحث المحيط إن على هذه العملية، وأيضا التباعد الاجتماعي، تجنب الازدحامات بكافة أشكالها. ما يثار من هنا وهناك وصلنا الذروة وما وصلنا الذروة والقادم أسوأ أو القادم أقل، إحنا أكرر لا نريد أن نكون متشائمين ولا نريد أن نكون متفائلين دون استناد على أساس علمي، كل ما نريده هو الالتزام بالعلمية والموضوعية. وعتبي على بعض وسائل الإعلام وبعض الأشخاص اللي طبعا بحسن نية، إحنا ما نريد نشكك بالنوايا من داخل الوسط الطبي أو من خارجه، يعني شوشوا الرأي العام، عقدوا المعلومة على المتلقي البسيط. إحنا ما نريد المواطن البسيط أنه يدخل بالتفاصيل الوبائية، إحنا لازم ما ننسى نركز على الوقاية، الوقاية من خلال الاهتمام بالنظافة الشخصية والتباعد الاجتماعي. أما التفاصيل العلمية، التفاصيل الوبائية، فنتركها إلى أهلها اللي هم حاليا مجتمعين في الوزارة وبشكل يومي ويتابعون كافة التفاصيل، وطبعا دور منظمة الصحة العالمية. مع الأسف لحد الآن نشوف بعض المشككين نظرية المؤامرة أنه هاي لعبة سياسية وغيرها، يعني اللي عنده دليل أهلا وسهلا. ثانيا اذا كانت المؤامره في العراق، زين ايش راح تقول على بريطانيا، على اوروبا، على امريكا، على الصين، على ايران، همينا مؤامره؟ هاي طيب. مشكله وباء عالمي، وهاي مو اول مره البشريه تواجه هكذا وباء، لعله الفرق هذه المره يعني وجود الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي صار الاهتمام والمتابعه اكثر، وهذا شيء جيد. لكن اللي يقرا التاريخ البشري كل فتره تصير يعني وفي كل مكان طيب تقريبا تصير موجات وبائيه. نعم. وتؤدي الى وضحت هذه النقطة، واكو اجراءات لمواجهتها. اود ان اسالك ايضا انه نعم. هناك شابان عراقيان اطلقا موقع الكتروني للبحث عن المتبرعين ببلازما الدم ممن الذين نعم. تماثلوا للشفاء، كيف ترى وزاره الصحه نعم. هذه المبادره، خصوصا ايضا انه الشرطه المجتمعيه وضعت او خصصت رقم 497 للمتعافين الذين يرغبون بالتبرع؟ يعني احنا كل مبادره وكل متابعه وكل فكره تتابعها وزاره الصحه جزء من مهامها، طبعا هاي مبادره مشكوره لكن تحتاج الى بعض التنضيج وبعض التواصل حتى تكون فعاله وناجحه، طبعا انا هنا لا اقول اننا اعتمدناها او ما اعتمدناها، هناك الكثير من المبادرات في هذا المجال، موضوع بلازما النقاهه وغيره وقبلها وبعدها، احنا متواصلين معاهم. وايضا دور منظمات المجتمع المدني، دور الجهات، بعض القيادات الدينيه، بعض الجهات الدينيه، بعض الجهات خلينا نقول الفعاليات او المنظمات الغير مرتبطه بمؤسسه حكوميه معينه، ايضا عندهم مبادرات عفوا من هذا النوع. بلازما النقاهه هي تجربه علاجيه طبقت في عدد من بلدان العالم وطبقت في العراق اول مره في البصره. باختصار هي الشخص المتشافي تماما، أكرر المتماثل للشفاء التام بعد إصابته بفيروس كورونا وبعد مرور أسبوعين إلى 3 أسابيع، وبعد أن نتأكد ما عنده المرض ولا عنده أمراض أخرى مانعة من أن يتبرع بدمه، نأخذ عينات من دمه ونفصل البلازما عن كريات الدم الحمر، وتطبق أو تستخدم هذه البلازما لعلاج حالات كورونا فعالة والنتائج طيبة. أنا لا أقول أنه اعتمد كعلاج نهائي لا في العراق ولا في خارج العراق، لكن جرب في البصرة، جرب في كربلاء والنجف وكردستان، في السليمانية وفي جانبي بغداد، ولحد الآن احنا مطبقينه. وندانا من خلال فضائيتكم الكريمة لكل شخص عراقي أصيبه
بفيروس كورونا وتماثل للشفاء التام، نقول لك أول شيء الحمد لله على سلامتك، لكن أخوانك العراقيين مواطنيك العراقيين بحاجة إلى دمك، فلا تبخل بالتبرع. وإحنا وضعنا آلية للتواصل من خلال مصرف الدم الرئيسي ومصارف الدم الفرعية في بغداد والمحافظات، وأقسام الصحة العامة وحدات الصحة العامة تتواصل معاك، وطبعا بعض التفاصيل تكون نقلة وشلون يأخذون من عند الدم وغيرها، والفحوصات قبل التبرع وما بعد التبرع أيضا، هاي كلها مسؤوليتنا وإحنا نتابعها كجهة حكومية معنية بصحة. وضحت الصورة المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور سيف البدر، شكرا لانضمامك معنا.